السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك وإن عاد علينا وعليكم بالخير. معكم سينشي من قناة إنمي ستوري، أقدم لكم في هذا الفيديو أكثر 10 شخصيات مكروهة في عالم الإنمي. وتنويه بسيط قبل أن نبدأ الفيديو، الشخصيات الموجودة في هذه القائمة هي شخصيات تم التصويت عليها من خلال موقع إنمي بلانت، ويمكن أن تجدوا في هذه القائمة 39,000 شخصية دخلت لهذا الترتيب، واخترت لكم منها 10 هي أسوأ شخصيات مكروهة في عالم الإنمي. وبالطبع سنبدأ بمعشوقة الجماهير والمكروهة منذ الأزل، هارونو ساكورا من إنمي ناروتو. فتاة النينجا المزعجة والغارقة في أحلام يقظة تتعلق بالحب. في الموسم الأول كانت تتكلم 24 ساعة عن ساسكي كون وماذا يفعل وأين يحل وماذا يريد، ولكن في الموسم الثاني اكتسبت مهارات قتالية وأصبح لها بعض الفائدة، ولكن مع ذلك لا تزال مزعجة لدرجة أن عدد من متابعي الإنمي لم ينسوا كرههم لها بسبب الموسم الأول، وما زالوا حتى اللحظة يدعون عليها بالموت مع أنها شخصية إنمي. وبهذا تحتل ساكورا المرتبة الأولى وبدون منازع كأكثر شخصية إنمي مكروهة في التاريخ. في المرتبة الثانية لدينا شوتاكر من إنمي فولميتال ألكيميست. شوتاكر وهو أب وحيد لطفلة صغيرة ويعمل في الحكومة ومهتم بدراسة علم الخيمياء الذي يتمحور حوله الإنمي، والذي هو أكثر فائدة وأكثر بهرجة وأكثر خطورة أيضا من الكيمياء التي ندرسها في المدارس. اهتمامه بالعلم يثير الإعجاب، لكن هذا الاهتمام بالإضافة للخوف من الفشل تحول لهوس وأوصله للقيام بتجارب جنونية وصلت لحد الضرر بالمقربين منه لأجل أن ينجح. ومع ذلك لازلت لا أوافق الموقع في إعطائه المركز الثاني بالرغم من أفعاله. في المرتبة الثالثة نينا أينشتاين من إنمي كود جياس. لمن شاهد هذا الإنمي قد يصادفك السؤال التالي: هل هنالك شيء ما أعجبك في هذه الشخصية؟ على الأرجح أنك لن تتمكن من الإجابة. لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء يثير الإعجاب فيها. وإذا جاءك السؤال التالي: هل هنالك شيء ما تكرهه في هذه الشخصية؟ على الأرجح أنك لن تتمكن من الإجابة أيضا. لماذا؟ لأنه من كثرة الأمور البغيضة التي ستتذكرها عن هذه الشخصية في لحظة واحدة ستجعلك لا تعرف حتى من أين تبدأ، لذا لن تستطيع الإجابة. صراحة وصلنا إلى المرتبة الرابعة، ولا أعرف لماذا يوجد نير هنا من إنمي داث نوت. العبقري الصغير الذي تم تصنيفه على أنه الخليفة للمحقق العبقري إيه، لكن الكثير من كارهيه لديهم أسباب مقنعة. أولا شخصيته متغطرسة على عكس آل. ثانيا يستهزئ بآل في أكثر من موقف. ثالثا كثير من المشاهدين أعجبوا إعجابا شديدا بآل بفضل الخطط الذكية جدا والتحليلات المبهرة التي يقدمها بناء على أدلة واستنتاجات صغيرة، بينما نير في أكثر من مسألة تمكن من حلها بمجرد التخمين واختيار إجابة عشوائية من بين الخيارات المتاحة، وتصادف أن تكون هي الإجابة الصحيحة. لذلك الكثير يكرهونه ويرونه كدخيل مزعج على الإنمي، ولديه واسطة ومحسوبية مع كاتب الإنمي، ولا يعترفون به كخلفية للمحقق الأسطوري إير. وللصراحة أنا أوافق الكثيرين في تصويتهم هذا، لكنني أخالفهم أيضا في بعض الأفكار، لكن الشخصية مكروهة من كثير من محبي الإنمي. في المرتبة الخامسة أماني ميسا من إنمي داث نوت. لا أذكر الكثير عنها، لكن أظن أنها كانت عارضة أزياء أو مغنية مشهورة في الإنمي، ومن أهم أسباب كره الناس لها أنها غبية، وليست مجرد غبية فقط بل أشبه بمعاقة ذهنية لا تعرف حتى أن رايتو يستغلها. وكان كل همها كطفلة صغيرة لديها هوس بلعبة ما، وكان هوسها هذا وهو بالبطل ياغامي رايتو. وكانت كل الإنمي هي رايتو جالس، رايتو واقف، رايتو خرج من غرفته، دعني أتبعه، لماذا هنا، لماذا هناك. يبدو أنني أزعجتكم بكل هذه الجمل، فما رأيكم بكل هذا الإزعاج في إنمي كإنمي داث نوت؟ ودعوني أكون صريحا، هي شخصية أدت دورها كما يجب. يعني في عالم التمثيل تجد أن ممثلا ما يؤدي دورا كريها جدا، لكن عليك أن تشكره لأدائه هذا، كما هي ميسا في هذا الإنمي. هي أدت دورها على أكمل وجه، ودورها كان كريها جدا وجعل الكثير يكرهونها، لكن أنا أحييها على الدور جدا لأنها أتقنته بكل براعة.
المهم دعونا نمر إلى المرتبة السادسة مع شيمورا دانزو من إنمي ناروتو. عن نفسي من ناحية لا أعتقد أنه يستحق هذا المركز، فهو رجل يمكن وصفه بأنه طموح وحكيم، ومن ناحية أخرى فإن كونه خبيثا وجبانا يرى حياته أهم من حياة الآخرين، ولجوءه للتلاعب والخديعة وإدخال الناس في صراعات للوصول لمصلحته وللوصول لمنصب الهوكاغي بأي وسيلة رخيصة، واستعداده للتضحية بأي شخص حتى من لا علاقة لهم به تحت ذريعة مصلحة كونوها. وحتى لو كان مقتنعا فعلا أن ما يفعله هو لمصلحة القرية يجعله من الشخصيات المكروهة، الكثير يرى أنه تقريبا سبب كل حرب حصلت في الإنمي. وهناك من قال على الفيسبوك: لو كان دانزو يحترق بالنار وكان عندي زجاجة ماء لقمت بشربها. وهناك آخر يقول: لو كان عندي مسدس به رصاصتين فقط في غرفة مغلقة ويوجد معي جورج بوش وتوني بلير ودانزو لقمت بإطلاق النار على دانزو مرتين. يعني بالصراحة هذه نكت قديمة جدا لكنها مضحكة نوعا ما. وننتقل مباشرة إلى المرتبة السابعة مع ياكوشي كابوتو من إنمي ناروتو. أيضا يبدو أن هذه القائمة إلى الآن تحصلت على ثلاث شخصيات من إنمي ناروتو. وندخل على الرجل الغامض الذي لا يمكن تصنيف شخصيته في بداية الموسم الأول وحتى حلقات متقدمة من الموسم الثاني. كان الأغلبية معجبون به أو على الأقل لا يكرهونه. أسلوبه في الكلام لبق وفي جدا، ورغم أن الكثير من المشاهدين قالوا أنهم يكرهون لجوءه لأساليب قاسية مثل إعادة الموتى للحياة وإجبارهم على قتال ضد زملائهم الذين يرفضون القتال، وهذا يستفيد من قوتهم الجسدية وأيضا بحرب نفسية على أصدقائهم في آن واحد. إلا أن من بين هؤلاء المشاهدين الكثير قال أنهم لا يكرهون كابوتو لهذا السبب. البعض الآخر تعاطف معه بعد أن عرف قصته. وهناك أيضا من كرهوه بعد أن تحول لأوروتشيمارو آخر حسب وصفه، بينما يوجد من ازداد إعجابهم به بعد فعلته هذه. هنالك بعض محبي الموضة قالوا أنهم يكرهونه لمجرد أن مظهره غبي. وأيضا لا ننسى أن هنالك الكثير من المعجبين بمكره ودهائه، وهنالك من يرونه مملا. ويبقى هو الرجل الغامض والذي وصل بشكل غامض للمركز السابع لأسباب تبدو غير مقنعة للبعض وأكثر من مقنعة للبعض الآخر. وننتقل مباشرة إلى المركز الثامن مع شيدو كيوشي من إنمي هاي سكول أوف ذا داد. للصراحة لا أعلم إن كنت قد شاهدت هذا الإنمي أو لا، لكنه من الإنميات الجيدة جدا. وماذا عساي أن أقول عن شيدو كيوشي؟ هو نوع من الأشخاص الذين حين تراهم للوهلة الأولى قد تسيء تقديره وتقول يا له من تافه، ثم بعد أن تشاهده أكثر سيتغير رأيك وتقول يا له من سافل. وننتقل مباشرة إلى المركز التاسع مع سوغو نوبويوكي، ويعرف أيضا داخل لعبة سوارد أرت أونلاين أو ALO باسم ملك الجنيات أوبيرون. وهو أيضا مثل صاحب الترتيب الثامن شيدو، قد تظلمه حين تراه لأول مرة وتقول أنه مزعج، ولكن بعد المتابعة ستكتشف أنك لم تعطه حقه الكامل من الإهانات. وأخيرا وصلنا للشخصية الأخيرة. بصراحة لم أشاهد هذا الإنمي، ستحتارون تقولون كيف لم تشاهد إنمي وتأتي بشخصية من شخصياته. بصراحة أنا قلت لكم أن هذه القائمة هي من موقع إنمي بلانت، وأنا جلبت لكم هذه الشخصيات لأشاركها معكم فقط لا أكثر. فرأيي أحيانا أضيفه لكي أوافق الأشخاص الذين صوتوا أو لا. وفي هذه القائمة لدينا هذه الشخصية التي لا أعرفها وسأتكلم عما قالوه عنها. فأنا لم أشاهد هذا الإنمي، فالإنميات التي تتركز على الحب والقلوب الحساسة والمكسورة وتكون الرومانسية فيها هي العامل الأول والوحيد، يعني تكون الرومانسية هي العامل الوحيد، لا تثير اهتمامي صراحة. ولا أعرف صراحة كيف هي شخصية ماكوتو إيتو، ولم أتابع أحداثه، ولا أعرف ماذا فعل هذا الشاب حتى ينال كل هذا الكرة. لكن وفقا لكلام من تابعه قالوا أنه كذاب خائن ومتلاعب وأناني ويستغل من يهتمون به، وهذه الصفات ستمنع بالتأكيد مركزا في هذه القائمة. وقالوا أيضا أنه يستحق كل ما حصل له من سوء. الآن وصلنا إلى نهاية قائمتنا، أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم. إن كانت هنالك أيضا المزيد من الشخصيات فأتمنى أن تناقشونا في التعليقات في الأسفل. وإن كنتم لا توافقون تصنيفنا هذا فهو ليس لنا وإنما من موقع إنمي بلانت. شكرا لكل من تابعنا ووصل إلى هنا. انتهينا من طرح فيديو فيه أكثر 10 شخصيات مكروهة في عالم الإنمي.
الإسلامي. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال على إعجابكم ووفقنا في اختيار أكثر 10 شخصيات مكروهة. أتمنى أن تشتركوا في القناة وذلك دعما لنا. بالتوفيق يا أصدقائي، دمتم بخير، نلتقي في فيديو آخر.